السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا غويري في الدقيقة 33 يسجل هدف عالمي، يسجل هدف عالمي. هذو هما اللاعبين غويري وغويري غويري ومازال كاين تعشى كاين غاشي ولا فاش كاين الناس. غويري امام من امام باريس سان جيرمان، غويري يسجل هدف عالمي 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 امام باريس سان جيرمان. ان شاء الله بربي البارتي هذه شحال راهم لاعبين 43 دقيقه، يعني بالله لاعبين باريس سان جيرمان ران بهدف لي صفر، مازالو هدف لي صفر. ان شاء الله بربي تكمل، نتمنى ان شاء الله ران كيما هكا تربح عليه طون غويري، في طون لو بتي غويري، لو بتي غويري. هادو اللعابة اللي كانوا مهمشين، كانوا مهمشين ماشي في النادي تاعهم، لا عند مدربين كبار يعرفوا اللعابة، عند مدربين كبار يعرفوا كيفاش يوصفوا اللعابة، يعرفوا كيفاش يحطوا اللعابة. إلا 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 إلا, إلا, إلا. مدرب اللي كانوا عنده ضحايا تستمتع تشوف لعابه، تستمتع استمتاع استمتاع تشوف لعابه استمتاع خويا، والله لا استمتاع، والله لا استمتاع. تريح تريح، راحت 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 العين، عينك تريح تشوف لعاب كيفاش راك تشوف تحرك تاعو، شوف البوست تاعو الحقيقي اللي يلعب فيه. وينكم اودي عرمص دايره دايره اون بويت، روح انت وساهمه والله العظيم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معاكم بالجديد. ويمشي ابوني ابوني معنا، وخاصه لي جيم صعيب خاوتي.